مصدر فرح ولا مصدر ألم؟ الحب. الحب نحن منحب لأنه عنا رغبة بأنه نغذي رغباتنا ومنحب كما نشتهي أن نحب بداية، ما منحب الآخر كما هو. إذا أخذنا قرار بأنه نتابع مع هذا الآخر فالمفروض أنه نقبل هذا الآخر كباكج كامل، نتقبله مثل ما هو، صح؟ بس وهذا اللي بيخليك لازم تعترفي تماماً بأنه الحب له وجهين. إلا الحب اللي هو بيكون لأولادك، لأهلك، مع الشريك، لازم تكون واعي أنه للحب وجهين. أنا ما بثق بفكرة بأنه أنا ممكن حب شخص من النظرة الأولى، وإن حدث فهو نتيجة عالم نفسي متراكم ضمن لحظة ساحرة ربما شاءت الأقدار أنه تجتمع في هذا المكان وأنت في هذا الوضع النفسي وفي هاي الساعة وعندك تركيبة كيميائية معينة فطابقت ضمن صدفة معينة مع هذا الشخص ونشأ شيء اسمه السبارك أو شرارة الحب. واللي هي لا تدوم برأيك؟ تدوم لما تتحول برغبة من الشخص نفسه والشخص الآخر إلى شيء برأيي الشخصي أعلى وأسمى من الحب وهو المشروع. أن يكون في عندك مع الطرف الآخر مشروع وليس حالة عفوية. الحب بحاجة ل شو بيقولوا ركائز متينة جدا، وطول الوقت لازم أنت تجددي وتبني وتعملي صيانة لحتى يستمر هذا البناء بأنه يكون بأحلى حالة ممكنة. وفي لحظة معينة أنت بتضطري تهدمي هذا البناء وتعيدي بناءه من أول وجديد.